بالعاصمة الهولندية أمستردام، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أقيم حفل فني ساهر أحيا مطرب المقام العراقي إسماعيل فاضل المقيم في أستراليا، والمطربة الشابة نادين عامر المقيمة بهولندا، بمشاركة سيدة المقام العراقي فريدة محمد علي. بهذا الحفل تم تقديم ديو مشترك لأول مرة بين إسماعيل فاضل وفريدة، وآخر بين فريدة ونادين. فارس الماشطة مراسل الشرقية في هولندا حضر الحفل ووافانا بهذا التقرير. فن راقي جدا وفن عريق كلاسيكي ويمثل يعني تراث البلد، فأعتز جدا أنا بتراث البلد وأحب أن أقله بصورة لائقة تليق فيه. يستهويني جدا المقام العراقي، أحب أقدم فن المقام العراقي بصورة سهلة وسلسة ومهذبة، ليست بالطريقة الكلاسيكية التقليدية. حبيت كثير قراء المقام، يعني أولهم الأستاذ الكبير الأستاذ محمد القبانشي ويوسف عمر، ومتأثر إلى يعني غاية يعني في تأثير شديد إلى الفنان العراقي الراحل ناظم الغزالي الذي قدم المقام العراقي بأبهى صورة ونقله إلى العربية. أكثر فيديو كليباتي تنعمل في بلدي الحبيب العراق أكيد، لأنه يعجبني التعامل مع العراقيين الموجودين هناك في العراق، واستفادت من أتعرفت على ناس جديدة، أتعرفت على شعراء ملحنين، وأكيد يعني يسعدني العمل مع المخرج الكبير سهران علي شريف. أكيد تأثرت بالفنانين العمالقة العراقيين والعرب بالطرب أصلاً، استفادت منهم، اعتبرتهم مدرسة إلي في الغربة، تعلمت منهم الكثير الكثير، وأعزهم وأحبهم جدا، اللي الله يرحمه واللي عايش الله يطول بعمره. تأثرت كثير كثير طبعا، إذا عدتش أسماء يمكن لازم ناخذ حلقة كاملة بعد الأسماء، بس أحب أقول لك جدا أحب أغاني الست أمل الخضير، الست تها قبيان، عفيف اسكندر، أستاذ ناظم الغزالي، مائدة نزهت، يعني كثير من الفنانين أكيد تأثرت فيهم. أحيي من خلال شاشتكم طبعا الفنان إسماعيل فاضل اللي جانا من أستراليا إلى هولندا، وسوينا هاي الحفلة الحلوة وهاي اللمة العراقية الحلوة اللي كنا مفتقديها هنا في هولندا. التعامل إجا أستاذ إسماعيل، هو صديق لي خالي سيروان ياملكي الفنان في كندا، فصار اتفاق بيني وبينه أنه نحيي حفلة ليالي عراقية وبغدادية في هولندا. Thank you.
مشكلتي لما تتركين بيتك الآن، يعني حتى لو كنت في أي مكان تعيشين في بيت ثاني ما تتوالمي معه بسهولة، بس احنا اكو ظروف احيانا تضغط على الانسان. ابرز ما نعاني الجو العايشي به، اللحمه العراقيه، الجيره، المنطقه، الناس اللي نحبهم، المكان اللي درسنا به، الاصدقاء، نعاني هذا الشيء، وهذا ينعكس على شغلنا وابداعاتنا. فنعوضه بايش؟ نعوضه بتاليف، بعزف، بابداعات، ونبعث لاهلنا لاحبابنا ونتواصل معاهم. شكرا للشرقية انه دائما تتابعنا احنا الفنانين في المهجر، تخلينا بتواصل مع جمهورنا العزيز. واليوم انا فرحانة جدا وسعيدة بهذه المناسبة اللي هذه اللمة الحلوة العراقيين. نحب ايضا نحيي الفنان اسماعيل فاضل جانا من استراليا، وحقيقة فنان مبدع، اتحفنا بصوته الجميل وباغانيه بالاغاني البغدادية العراقية، صوت بغدادي اصيل. انا يعجبني دائما اسمعه، احضر حفلاته ايضا. وكذلك ايضا احيي الفنانة المتألقة الواعدة صديقتي العزيزة نادين، اتمنى لها التوفيق دائما. واليوم أنا ضيفة شرف لهذه الحفلة وسعيدة جدا أنا يعني أنه أشارك ولو بجزء بسيط، لأن هذا هو دائما يخليني أتواصل مع جمهوري اللي دائما يشوق لي، وأنا أعتبره هو المتنفس الوحيد إلي حقيقة. Yeah.